إذن هي مثال 7-8، مثال 7-8 عملنا تيستس على اندكشن موتور، واي كونكتد اندكشن موتور، الريتد فولتج تبعته 208، الفريكونسي الريتد تبعته 60 هرتز، والريتد كارنت 28 امبير. في عندي 3 تيستس. اول تيست عملناه اللي هو الدي سي تيست، ايش الهدف اني اطلع منه؟ هذا التيست كانت في دي سي، لاحظوا هاي الفي لما بحطها هي لاين فولتج بالحاله هاي، لانه هو ستار كونكتد، فبدي احوله من لاين لفيز فولتج، فبدي اغير الفولتج منه. اعطاني الفولتج واعطاني الكارنت، بطلع منه ار 1. النو لود تيست شغلنا المحرك على بدون اي لود خارجي، فاشتغل على سرعه قريبه جدا من الريت سبيد تبعته، كانت الفريكونسي العاديه اللي هي 60 هرتز، سحب باور واعطاني الفي والاي. لاحظوا عاده كقاعده عامه لما يكون عندي في واي وبي، شو اللي بقدر اطلعه؟ ايش هو القيمه اللي بطلعها؟ زد، ايش هيك؟ وزد بطلعها ماجنتيود واي، ومنها بوزع بطلع ار وبطلع اكس. نفس الشيء عندي هون لوك روتر تيست، عندي في واي وبي، بس الفريكونسي هون عملناها على فريكونسي منخفضه، لانه لما بعمل لوك روتر الفريكونسي بتكون مرتفعه في الروتر، فحتى اعمل تمثيل احسن بخفض الفريكونسي. عاده بنخفض الفريكونسي في هذا التيست لانه السليب بيكون عالي جدا، فعادة رح تلاقي انه اللوكت روتر تيست ما بعمله على 60 هرتز، بنعمله على فريكونسي منخفضه. اذا خلينا نبدا اول شيء، شو بدنا نعمل؟ بدنا ناخذ اللوكت روتر تيست عشان ايش اطلع؟ ار 1. اول شيء في لاين بتساوي 13.6 فولت، اذا في فيز شو بتساوي؟ 13.6 على جذر الثلاثه اللي هي قديش بتطلع؟ 7.9. قديش؟ 7.9. 7.9 فولت. إذا صارت عندي هلا R1، لاحظ هلا تذكر إنه R1، أو ممكن نكمل بدون ما نحولها هيك، لأنه أنا حاطط هون بي دي سي، عفوا هاي ما في حاجة هون، لأنه هون حاطط دي سي مش 3 فيز. فهذه عندي 13.6 هي ما بين هاي النقطة وهاي النقطة. هون عندي R1، هون عندي R1، إذا صارت عندي R1 2 R1 شو بتساوي؟ بتساوي 13.6 على قديش الكرنت كان اللي سحبناه؟ 28. اذا هاي الاثنين بنزلها هون بتعطيني ار 1 بتساوي 13.6 على 2 في 28، قديش بتطلع ار 1؟ 0.243. لاحظوا الكرنت اللي سحبته سحبت كرنت عالي، والسبب انه انا بدي المقاومه تكون حاميه حتى تمثل الظروف الطبيعيه، فلما بسحب الكرنت العالي من هون، هذا الكرنت بخلي المقاومه هاي تحمي وتمثل الظروف الطبيعيه اللي هي موجوده فيها، المقاومه بتتاثر بالحراره، اذا طلع عندي هلا هون هي قيمه ار 1، ما دام طلعت معي قيمه ار 1، بعدين لما بلاقي ار 1 بلس ار 2 من اللوك روتر تيست بقدر اطلع ار 2. هذا اول جزء، ناخذ الجزء الثاني اللي هو نحلحل هاي واحد نخلي القيمه هذيك اللي هي 0.243، اذا هذه صارت 0.243. نعم. لانه كانت عندي هون، اذا عندك بالستار عندي هون ار 1 وهون ار 1 وهون ار 1 مضبوط. انا اجيت حطيت 13.6 فولت هون مضبوط، هاي كانها مش موجوده، صفت الدي سي فولتج عبر مين صار؟ عبر المقاومه هاي والمقاومه هاي. اذا 13.6 قديش الكرنت اللي مشي معي؟ 28 امبير. اذا ار 1 زائد ار 1 شو بتساوي؟ مش هاي مقاومه كلها مقاومه واحده صارت كانها؟ بتساوي 13.6 على 28. اذا هاي شو بتصير؟ 2 ار 1. اذا ار 1 شو بتساوي؟ مش بدي اقسم هاي على 2 وهاي على 2؟ اذا بدي اقسم هاي على 2 فبنزلها تحت، بتصير 13.6 على 2 في 28. واضح؟ إذا هاي قيمة R1 طلعت معنا. هلا بدنا نروح على النو لود تيست، النو لود تيست رح يعطيني أشياء. النو لود تيست زد اللي بتطلع معي تقريبا بتكون مساوية لإكس 1 زائد XM. تذكروا حكينا إنه قيمتها بتكون الزاوية بتكون فيري هايلي اندكتيف. فزد اللي بتطلع معي تبعت النو لود تقريبا مساوية لإكس 1 بلس XM. إذا زد نو لود بدها تساوي، هلا عندي هون بدي انتبه، انا هذا عندي اي سي الان وهي 208 اللي هي اللاين فولتج، بدي احولها اذا عندي فيز فولتج بتساوي 208 على جذر الثلاثه، وبتصير عندي زد نو لود بتساوي 208
على جذر الثلاثة على قديش اي؟ لازم اخذ اجمع هدول الثلاثة واخذ الافرج تبعها. اجمع يا اذا بتجمع 8.12 زائد 8.2 زائد 8.18 على 3 يطلع 8.17 اوكي؟ اذا 8.17 هو الافرج كرنت باللي لما بقسم الاثنين هذول على بعض شو بيطلع معي الجواب؟ قديش طلع معك؟ 14.7 مش هيك؟ وهي تقريبا كلها اندكتيف معظمها اندكتيف اذا صارت عندي هلا x1 زائد xm تساوي 14.7 اوز اذا هون بدنا نحط x1 زائد xm 14.7 عشان بعدين لما اطلع قيمة x1 بقدر ارجع احسب قيمة xm. بعدين الشيء الثاني راح يطلع معي هو P friction زائد windage زائد P power losses. هلا هذا بدي احسبه بدي اتبع ايش الباور اللي داخل عندي هون؟ 420 هاي اللي هي الانبوت باور اللي داخل على السيستم، ايش راح ينطرح منها بالاول؟ هاي اللي هي PN بتساوي P stator copper losses مضبوط؟ زائد P friction and windage زائد P core زائد P روتر كوبر لوسز. بالحالة هاي بنعتبر انه الروتر كوبر لوسز تتذكروا اثبتناها بالهاي انه هاي بتكون مهملة بالحالة هاي، معظم اللي بتكون هو الباور كونفرتد اللي هي الكمية هاي اللي موجودة هون، فهذه بعتبرها انها مهملة. بي ان كلها قديش بتساوي؟ 420. حتى احسب هدول ايش لازم احسب بالاول؟ ستيتر كوبر لوسز. ستيتر كوبر لوسز شو بتساوي؟ 3 اي سكوير تمام؟ في R1 مضبوط؟ 3 اي سكوير الفيز الواحد اي سكوير في R1 3 فيزز 3 اي سكوير في R1 قديش اي عندي هون حسبناها؟ 8.17 اذا هاي المفروض تساوي 8.17 تربيع و R1 ايش حسبناها؟ 0.243 احسب لي هدول 48.7 بس بي ان كلها قديش؟ اذا هذا الجزء شو بيساوي؟ بي فريكشنال ويندوز زائد بي كور بيساوي 420 ناقص 48.7 اللي هي بتطلع 370 371 اذا هون رح نحط 371 وراح نعتبر احنا انه هاي تقريبا ما بتختلف بتضلها نفسها فبقدر اضل استعمل هاي القيمه اللي موجوده هون. هلا خلصنا هيك من النو لود تيست، شو ضل عندي هلا؟ لوك روتر تيست. راح امحي هذول هيك كتبت القيمه اللي موجوده هون. تفضل. زين. حول الفيز. دايما.